دكتور فياض، أهلا بيك في برنامج هاني وماريان في بلاد الأمريكان. طبعا في أسئلة كتيرة جدا عند الجالية المصرية هنا والجالية العربية in general الموجودة في فيرجينيا وواشنطن وميريلاند، وكمان في nationwide للولايات المتحدة كلها. في بعض الأسئلة على شؤون الهجرة، بس احنا حاولنا بقدر الإمكان النهاردة نجيب few questions كده عشان ما نشغلش وقت حضرتك زيادة عن اللزوم. أول موضوع عايزين نتناقش فيه وهو موضوع الفيزا بولتن. بليز قوله لنا يعني إيه بالعربي وإيه القوانين الجديدة اللي تطبق عليه؟ لا بالعربي هذه شغلة صعبة جديدة كتير، اللي هي يعني نشرة تأشيرات الهجرة، الفيزا بولتن. شو يعني الفيزا بولتن؟ مثل ما بتعرفي انه في عدة انواع من الفيزا تأشيرات الهجرة الى الولايات المتحدة، وتأشيرات الهجرة الى الولايات المتحدة مقسومة لقسمين: الاقرباء اللي هن ازواج الازواج الامريكان واولاد الامريكان الغير متزوجين تحت 21 واباء الامريكان، هؤلاء يعتبروا الأقرباء المقربين. هؤلاء ما عندهمش أي فترة انتظار ولا يدخلوا بجدول الفيز أو بجدول تأشيرات الهجرة. أوكي؟ أي حد غير هو مفروض يوقف بدور معين، شايك؟ فهي بتجي الفيزا بوليتن لحتى تعطيك وزارة الخارجية عم تشتغل بأي تواريخ، لحتى تعرف الناس انه مثلا انا قدمت فيزا الهجره تبعي ب 1/1/2017 مثلا، بطلع على الفيزا بوليتن بطلع هل الاميجريشن، هل وزاره الخارجيه عم تعطي ارقام فيز للناس اللي كانوا ب 31/12/2016 او ب 1/1/2017 وما قبل. فلو كانوا عم يعطوا الفيز معناتها اجى دوري، اذا ما بعتوا ليش معناتها في شيء غلط. لو كانت وزارة الخارجية حطت الجدول وبتشتغل ب 2/1/2017 وأنا مقدم ب 1/1/2017 لسه ما جاش دوري، يعني مفروض أنتظر. فالفيزا بوليتن هي بتعطيكي وزارة الخارجية عم تشتغل بأين تواريخ لكل كاتيجوري، يعني في أربعة كاتيجوري، واحدة منهم فيها one sub category. أوكي؟ فبنبدأ بالكاتيجوري الأولى اللي هي أولاد الأمريكيين الغير متزوجين ما فوق 21. الكاتيجوري الثاني هي أزواج وزوجات الحاملي الجرين كارت وأبنائهم الغير متزوجين ما تحت 21. هاي أول كاتيجوري أو سب كاتيجوري. السب كاتيجوري الثاني أولاد حاملي الجرين كارت الغير متزوجين وعمرهم ما فوق 21، لأنه انتبه الجرين كارد هولدرز ما بيحق لهم يقدموا لأولادهم المتزوجين. فعندك تو كاتيجوريز. والكاتيجوري الثالثة هي أولاد الأمريكان المتزوجين من أي سن، ممكن يكون عمره 15 سنة ومتزوج، خلاص ما بيتحطش بالكاتيجوري ما تحت 21، لا متزوج، حيكون الكاتيجوري رقم 3. الكاتيجوري رقم 4 هي إخوة وأخوات الأمريكان اللي قطع حضرتك، يعني أصحاب حاملين الجرين كارد من حقهم يقدموا لأولادهم اللي فوق 21 سنة؟ طبعا، على شرط أنه يكونوا غير متزوجين، بس الغير متزوج right. لأنه اللي عنده جرين كارد له الحق أنه يقدم بس للأزواج والزوجات والأبناء الغير متزوجين. طبعا الأبناء الغير متزوجين تحت 21 بيدخلهم بفئة الزوجات والأزواج، دي أسرع. والأبناء الغير متزوجين ما فوق 21 كاتيجوري هتاخد أطول ولكن كمان مسموح فيها. طب افرض كن قدم له وبعد كده تزوج، لا خلاص هتبطل المعاملة. يعني اللي عنده جرين كارت ومقدم لأولاده، أولاده مفروض يضلوا لحد ما ياخدوا الجرين كارت غير متزوجين. والله هذا المشكل بالفيزا بوليتن. الفيزا بوليتن كل شهر بتطلع، يعني بين 5 و10 من كل شهر بيطلع الشهر الثاني. يعني هلأ نحن بشهر أغسطس، مش هيك؟ بشهر 8 عنا الفيزا بوليتن،
اليوم نحن بسبعة، بعشرة، بين 10 و15 لنكون بالتحديد، بس تقريبا بين 10 و12 بتطلع الفيزا بوليتن بتاعت سبتمبر. يعني نحن بعد كذا يوم حنعرف بسبتمبر حيشتغلوا بأي ديتس. وهي الأهمية، لأنه اليوم في شغلة يعني حصلت نادرا ما تحصل، إنه اللي عندهم جرين كارت ومتزوجين أو أولادهم تحت ال 21، الفيزا بتاعتهم كيرنت. كيرنت معناتها انه هلا موجود عندهم فيزا اي لحظه اللي بيقدموا. شو بيعني هالموضوع؟ اذا واحد عنده جرين كارد ومتزوج ومرته اجت بفيزا زياره ولا فيزا سياحه ولا اجت بفيزا يعني وموجوده هون وبعدها لسه ليجل وموجوده في امريكا، ممكن يقدم على الجرين كارد مباشره. لانه اذا بتطلع على شهر 8 بتقول لك بالكاتيجوري تبع ال 2A it's current C، معناتها انه لو عندك مراتك او اولادك تحت ال 21 موجودين في امريكا، يلا قدم على الجرين كارد مباشره. يعني لازم اكون موجوده في امريكا واكون متواجده في امريكا. بس حضرتك يعني قلت نقطه ان لازم تكون الفيزا بتاعتي valid اللي هي الاي 9. طبعا هذا في حال كنا بامريكا. ليش انا عمول بامريكا؟ لانه اذا كان بامريكا في قدم عند الاميجريشن مباشره. بس لو كانت مثلا مرته او اولاده موجودين بمصر، بده يقدم الاي 130 بالاول وبده ينتظر 5-6 اشهر او سنه او يمكن حتى اكثر. هلا عم تطول الاميجريشن اكثر حتى يوافقوا له على اول مرحله، وبعدين بدها تروح على وزاره الخارجيه على الناشونال فيزا سنتر وتقعد على الفيزا بوليتن. فلو كانت اليوم كيرنت، عبين ما يوافقوا له على اول مرحله يمكن تبطل كيرنت. عشان هيك انا قلت اليوم في فرصه، لو كان في واحد مثلا اجت مراته سياحه وهو مقدم لها او عايز يقدم لها وعنده جرين كارد، ممكن يقدم مباشره ويقدم ورق الجرين كارد كمان، مش بس اول معامله الاي 130، الجرين كارد كمان. هل اهميه بالموضوع؟ معلش الموضوع ده مهم جدا، فعشان كده مطوله في الاسئله شويه دلوقتي. يعني بالاكسبيرينس اللي عندنا اوريدي كلاينتس مقدمين الاي 130 ومعاهم فيزا، صح، وخدنا اوريدي ريسيت نوتس، نقدر نقدم الادجستمنت في ستاتس كمان؟ بالظبط بالظبط. اذا في واحد مقدم اي 130 حتى لو ما كانش متوافق عليها لسه، وثائبت انه مرته اجت فيزا زياره ومفروض كان مثلا تاخد بعد سنة، بأغسط يعني نطوا بالدور ووصلوا على كيرنت، يعني عندك موجود قدم. yeah. صح. هلا بعد كم يوم حتطلع لنا سبتمبر، لو بقت كيرنت حلو معناتها بسبتمبر كمان. لو رجعت بس كان الواحد قدم على الاميجريشن، حيمشوا له المعاملة، حيعطوها employment authorization إذن عمل، ولو حتى لانه في شيء اسمه ريتروجريشن. الاميجريشن بتقرب، عفوا وزاره الخارجيه بتقدم بالفيز، وبعدين لاعتبارات معينه بيجيها من عده محلات تعمل ريتروجريشن، تراجع. يعني كانت وصلت كيرنت بشهر اغسطس، ممكن بسبتمبر ترجع ل 2016 او ترجع ل 2017. وحصل معانا هذا الموضوع بهذا الشهر بفيز العمل، اللي مقدمين على جرين كارد على العمل، فئه الباتشلر ديجري او المهن اللي هي رقم 3 والرقم 2 ورقم 1 كانوا كيرنت لحد الشهر الماضي، كانوا كيرنت. شهر اغسطس طلعوا الجدول، رجعوا لل 2012 وال 2016 حسب الدول، لان في بعض الدول في زحمه منهم مثل الهند مثل الصين مثلا، فبيصير في تراجع. بس لو مثلا كان واحد قدم لمرته على الجرين كارد من وهو عنده جرين كارد بشهر اغسطس، وبشهر مثلا سبتمبر ولا اكتوبر صار فيه تراجع، لسه حيعطوها الامبلويمنت اوثورايزيشن، ويضلوا يعطوها الامبلويمنت اوثورايزيشن ليرجعوا من جديد للدور ويعملوا لها مقابله ويعطوها الجرين كارد.